قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ نحن نعرف أن الجهاد في سبيل الله هو أسمى مراتب هذا الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أفلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أي أعلى شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. ثم ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا معاذ، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني شيء تحصنت به أو حصنته، فإنه يملك عليك أمور دنياك وأخرى. فقلت: بلى يا رسول الله. فمسك النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى لسانه وقال له: أمسك عليك هذا. ثم كررها رسول الله وقال له: أمسك عليك هذا. ثم قالها الثالثة رسول الله: أمسك عليك هذا. قال معاذ: يا رسول الله، أو نحن محاسبون على ما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أي هل ضيع الناس في الدنيا وفي الآخرة وكان سببا للهلاك إلا هذه المضغة الصغيرة وهي اللسان؟ وقال النبي في حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أي لسانه وفرجه، من يضمن لي هذين فإني أضمن له الجنة، والضامن هو محمد رسول الله. أما عن النبأين، النبأ الأول هو بشرى النبي لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ذاك الصحابي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وكان عيسى بن مريم عليه السلام النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه، كان عبدا متواضعا ضرب به المثل، بل من اتبعه على المسيحية الحقة التي آمنت به عبدا لله ورسولا لله، لا ابنا لله ولا إله، ندا لله، شبههم واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم لا يستكبرون. فكان سيد المتواضعين بعد محمد هو ذاك الحيي، هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أزكى صلاة وسلام. ومن تواضعه أيضا أنه سيأتي في آخر الزمان وسيصلي خلف خليفة المسلمين الذي سيقود هذه الملحمة الكبرى التي بشر بها محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أبو ذر نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وتدور الأيام ويعتزل الفتن أبو ذر، ويكون في صحراء هو وزوجته ويحضره الموت، فتبكي عليه زوجته، فيقول لها: لما تبكي يا زوجتي؟ قالت: أبكي أنك صاحبت رسول الله، وأنت الذي قال في حقك رسول الله: ما أطلت الخضراء ولا أطلت الغبراء أفضل من ذي لهجة من أبي ذر، وها أنا ذا أراك لا يصلي عليك أحد من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. قال لها: لا تبكي علي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشرني أنني
إذا ما مت سأموت وحدي، لكني أوصيك كما بشرني رسول الله أن تغسليني وأن تكفنيني وأن تضعيني على قارعة الطريق، فسيمر أفضل الناس سيصلوا عليه. وفعلا مرت الأيام وحضرته الوفاة وغسل وكفن أبو ذر من زوجته، وإذ بعدد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقدمهم العالم الجليل صاحب المكانة العظمى عبد الله بن مسعود، فتشير المرأة وهي التي تبكي فيمر عليها الصحابة: لما تبكين يا أمة الله؟ قالت: هذا أبو ذر صحابي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي لا تعرفه. فنادى ابن مسعود قال: قوموا فصلوا على صحابي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وكسل وكفن وصلى عليه ودفن في مكان وحده، وسيبعث إن شاء الله أمة وحده، لأنه عاش لله متبعا راضيا لله ربا وللإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. أما عن النبأ الثاني الذي هز أركان قلبي، هذا الرجل الذي عاش مع رسول الله وعاصر أيام رسول الله، بل ذكره ابن عمر، وما أدراكم ما ابن عمر؟ ذاك الصحابي الذي كان أكثر اتباعا لرسول الله، فما بالك ابن عمر هو الذي يزكي فلان. إنه الرجال ابن عنفوة، وإياكم أن تنسوا هذا الاسم، لأن هذا الاسم مهم جدا لكي نتذكر الخواتيم، فنسأل الله أن يرزقنا حسن الختام. الرجال ابن عنفوة مر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على صحابته وقال: إن فيكم رجل لضرسه في النار مثل جبل أحد. يا الله، يعني حجم الضرس بتاعه، السنة بتاعته مثل جبل أحد في النار. تمر الأيام ويموت رسول الله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يموت رسول الله ويتولى خليفة المسلمين الأعظم الرجل الذي ما أتى قبله ولا بعده بعد الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه صاحب المكانة العظمى الذي دثره المسلمين مكانته، لكنه كان عظيما بجوار عظيم فدثر، وكان كريما بجوار كريم فدثر، وكان قويا بجوار قوي فدثر، أبو بكر رضي الله عنه. ومرت الأيام وظهر مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وكلما مر أبو هريرة على الرجال ما بقى من نبوءة محمد عليه الصلاة والسلام من الجمع الذي قال فيه رسول الله: إن فيكم لرجل ضرسه في النار مثل جبل أحد، كان من ضمن الحاضرين أبو هريرة، وكل الناس اللي كانت حاضرة المجلس ماتت على الإسلام، فما بقى إلا أبو هريرة والرجال ابن عنفور. فكلما رأى أبو هريرة هذا الرجل في عبادته خاشعة، ظن أبو هريرة أنه في النار فبكى على نفسه. وتمر الأيام ويأتي مسيلمة الكذاب ويدعي النبوة، وهنا
يغري الكذاب الرجال بالمال، لأن الرجال كان رجلا فقيرا، فأغراه مسيلمة بكثير من المال لكي يخرج على الناس، وهو المعروف أنه صاحب رسول الله، لكي يخرج على الناس ويقول لهم: نعم، إن مسيلمة له من النبوة مثل ما أتى به محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. فكانت فتنة الرجال أكثر فتنة من فتنة مسيلمة، لأن مسيلمة لا يعرف أحد، أما الرجال كان دائما مصاحبا لرسول الله، وكان يتكلم بالحديث عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما خرج الرجال وأغري بالمال، فخرج على الناس وقال: إن مسيلمة أتى بالنبوة مثل محمد عليه الصلاة والسلام. فكان سبب في هلاك أناس كثيرين اتبعوا مسيلمة الكذاب. وفعلا تدور المعركة، وكانت في عهد أبي بكر الصديق، وتولى القيادة خالد بن الوليد، وبعضا من قيادات الجيش المسلم الذي ولاه أبو بكر رضي الله عنه. وفعلا قسمت المعركة لصالح أبي بكر، فنصر الله الإسلام يوم الردة بأبي بكر على يد قادة عسكريين مهرة علموا الناس كيف يعيشون لله ويموتون لله. هذا كان عن النبأ الأول عن الخواتيم، فإن من عاش على شيء شاب عليه. وهنا سؤال: هل أن الله ظلم الرجال بعدما كان عبدا قائما خاشعا لله؟ لما هذه الخاتمة السوء؟ قال النبي وبينها في حديث آخر: إن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فقال العلماء: العمل ما كان لله، فلكي يقبل العمل ويكون لله لا بد له من شرطين أساسيين لقبوله. وهذا ما قاله ونبه إليه الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صواب. قالوا له: كيف يكون خالصا وكيف يكون صوابا يا فضيل؟ قال: خالصا أن يكون لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وأما عن العنصر الثاني، أن يكون العمل صوابا، أي أن يكون العمل على سنة رسول الله صلوا عليه. وأنا أرجو من الحاضرين أن يتقدموا حتى يتسع المسجد للحاضرين، وأسأل الله أن يغفر لكل من تقارب، اللهم آمين، حتى ولو كان قيد شر. هذا كان عن المعنى الأول. المعنى الثاني، تأخذنا هذه الخطبة المهمة التي هي على أعتاب أيام مهمة، ما من عمل أو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني كل عمل في هذه الأيام مضاعف، سواء كان حسنات أو سواء كان سيئات، لأننا في الأشهر الحر. وقال الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في الأشهر الحر، فلا تظلم نفسك
أن تكون من أهل العناد للدين وأن تكون غير متبع لإمام النبيين صلوات ربي وتسليماته عليه. فيحضرنا مناسك الحج التي أخذناها من الأب الأول، من الأب الأول للأنبياء ومن المرشد الأول للبشرية كلها إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البيت أول بيت وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم عليه السلام. إنه البيت العتيق الذي بني على يد الملائكة، ثم بعد ذلك بناه ورفع قواعده آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك اندثر فقام إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقف إبراهيم ووقف إسماعيل لكي يكمل هذا البيت. وهنا ينادي إبراهيم بعد اكتمال البيت في صحراء جرداء، وينادي يقول يا رب أنا هنا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، سأبني البيت، من الذي سيأتي البيت؟ فقال له الله يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإجابة. قال ابن عباس فوقف إبراهيم على حجر وقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله من كان في ظهر أبيه ومن هو في بطن أمه، أسمع الله من كان في ظهر أبيه ومن كان في بطن أمه. فتجدها حلم كل مشتاق أن يصل إلى طيبة وأن يصل إلى مكة لكي يعيش بروحه ويمتع أنفاسه برؤية هذه الأماكن المقدسة، ويتذكر الصفا والمروة، ويتذكر بئر زمزم الذي تفجر ينبوعا من تحت قدم إسماعيل عليه السلام. هذا ما سأكمله بعد جلسة الاستراحة، فاستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى. لفك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد وفي السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كأحمد في الورى. قد جاءت قديما ذرة من نوره، قد جمل بها الرحمن بها يوسف. يكفيه لقيا ربه في السماوات العلى، وبحضرة الرب الكريم تشرف. يكفيه أن البدر يخسف نوره، ونور محمد أبدا لن يخسف. اللهم صل عليه. وتبدأ المناسك بمعرفة المواقيت، فإننا لا نصلي إلا في مواعيد لها، فجعل الله الأشهر الحرم للحج،
وجعل الله مواقيت مكانية ومواقيت زمانية لكي يجعل هذا الحج أمرا مكرما عنده سبحانه وتعالى. ويبدأ الأمر بالطواف بعدما يأخذ الميقات، يدور حول الصفا والمروة أسوة بهاجر المصرية التي علمت الدنيا اليقين، فهي أم لولد صغير إسماعيل ابن إبراهيم عليهما جميعا صلوات رب العالمين. وأنتم تعلمون أن إبراهيم تركها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وسار، فنادت هاجر على إبراهيم: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان لا أنس ولا أنيس؟ فتركها وما التفت، فنادت عليه وهو يسير: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه دون أن ينظر إليها وقال لها النعم، وصار متجها. فقالت الطاهرة النقية المصرية: إذا تركتنا فلن يضيعنا الله. وهنا يجف اللبن من ثدي هذه الأم وتبحث لطفلها الرضيع عن شربة ماء فلم تجد، فتدور مرة بين الصفا ومرة بين المروة علها تجد أناسا يسيرون يكون سندا لها على ما تجد من ألم هذه الجلسة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تنتقل 7 أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويتفجر بئر زمزم من تحت قدم إسماعيل عليه السلام، وتصبح مياها ليس لها نظير على وجه الأرض. ويخبرنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه عن كرامة هذا الماء الذي لا ينضب أبدا، والماء الذي لا يتخلله أي طفيل أبدا، والماء الذي ليس مثل أي ماء على ظهر الأرض أبدا. إنها مياه قد نبعت حيث شاء الله سبحانه وتعالى يشرب منها البشرية إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل أنها ماء لما شربت له، من شربها للشفاء شفي بإذن الله، ومن شربها للجوع شبع بإذن الله، ومن شربها لأي مقصد كانت له حيثما اتجه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا عن مياه زمزم. ثم بعد ذلك تأتي أيام جميلة وهي يوم التروية، ويأتي بعد ذلك يوم عرفة، ويأتي بعد ذلك يوم الأضحية. فلماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم وهو اليوم الثامن من ذي الحج؟ الأمر أن إبراهيم عليه السلام رأى رؤية عجيبة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رؤيا الأنبياء حق. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا إلا وتحققت في الصباح كما رآها صلوات ربي وتسليماته عليه. رأى إبراهيم ولده الذي ما رآه إلا بعد 86 سنة، رأى أنه يذبح ولده، فتروى إبراهيم في القرار، أي ما نفذ القرار في وقته. فيأتي اليوم التاسع
من شهر ذي الحجة ويرى إبراهيم نفس الرؤية، فعرف إبراهيم أنه الحق من ربه. وقيل أن جبل عرفة سمي بعرفة لأن آدم هو وحواء لما نزل من الجنة تقابل عليه بعدما ضاع. لما نزل آدم عليه السلام هو وحواء تاه من بعضهما، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يتقابل على جبل عرفة فسمي بعرفة. وقيل لأن إبراهيم عرف وسمي اليوم بيوم عرفة لأن إبراهيم صدق على رؤياه في هذا اليوم. وهنا يأتي اليوم الموعود وهو يوم الأضحية، اليوم الذي سينفذ فيه إبراهيم أمر الله. وهنا يعرض الأمر على ولده البار، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ليس لأمر الله حين ينفذ أمرا لأي بشر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينادي إسماعيل على إبراهيم يقول له يا أبي إن أردت أن تنفذ أمر الله فاجعل ثوبك بعيدا عن دمي حتى لا تراه أمي فتحزن، ويا أبي إن أردت أن تذبح فسن واشحذ سكينك جيدا حتى لا تأخذك الرأفة بي فلا تنفذ أمر الله. وهنا يشبه الشاعر هذا الأمر فيقول أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يا أباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، افعل ما تؤمر يا أبتي لن أعصى لله أمرا من يعصي يوما مولاه. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. وهنا ينزل الأمر أن يفدي ربنا سبحانه إسماعيل بكبش من السماء، فقال الله وفديناه بذبح عظيم، وقال الله إن هذا لهو البلاء المبين. ومدح الله إبراهيم ومدح الله إسماعيل حتى تعلموا أن العبد في هذه الدنيا مفتون. وظن داود أنما قد فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وكذا فتن سليمان، وكذا فتن الكثير من الأنبياء. وهذا موسى عليه السلام الذي تعرض لفتنة قتل المصري الذي كان يقتتلان في هذا الأمر دون أن يقصد وقتل الرجل. فالفتنة على كل ابن آدم، وقال الله في بداية سورة العنكبوت، وهذا هو يعني عصارة الخطبة، وأرجو أن تركزوا معي وكل حديث يدور حول هذا المعنى الذي أريد أن أصل به إلى قلوبكم وإلى أذهانكم بارك الله فيكم. ماذا عن المعنى؟ المعنى عباد الله أن الكل سيكون مفتونا. قال الله في بداية سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعقب ابن القيم رحمه الله على هذه الآية فيقول: يا ترى هل أن الله لا يعلم الصادق من الكاذب؟ كلا، لكن الله يريد أن يثبت قيوميته فيك، والله يريد أن يجعلك شاهدا على نفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فلا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم. فلا بد أن تختبر في إيمانك، لا بد أن تمحص في دينك، لا بد أن تعرض عليك الفتن عودا عودا أو عودا عودا، كما قال رسول الله: الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فلا بد أن تعرض عليك المكاره. وقت الفجر أنت في سبات عميق، أن لك أن تقوم في هذا الوقت، فأنت تكره أن تقوم وتكره أن تسير في الحر لكي تؤدي الصلاة في جماعة. فالجنة حفت بالمكاره، أي شيء تكرهه، كطاعة تكرهها أو ثقيلة عليك، وحفت النار بالشهوات. لابد أن توضع في اختبار، لابد أن توضع في اختبار. هل أنت ستأكل الربا أم لا؟ هل أنت ستأخذ الرشوة أم لا؟ هل أنت ستعيش حييا أم لا؟ فلا بد أن تفتر. وكان عنوان الخطبة يدور حول هذا المعنى: انظروا كيف فتن الرجال، وانظروا كيف رفع الله من قدر أبي ذر بعدما محص، وكيف محص إبراهيم ورفع قدره، وكيف محص إسماعيل ورفع قدره. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن أكون قد وفقت أن أصل إلى قلوبكم وأن تصل إليكم هذه المعلومة، لأنها من الأهمية بمكان. فأوصي نفسي وإياكم بصيام هذه الأيام والإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام، وإياكم من المعاصي في هذه الأيام، لأن الذنب مضاعف. فنسأل الله أن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم أصلح أحوالنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واحفظ لنا مصرنا وسائر بلاد الإسلام. اللهم لا تقيم لإسرائيل ولليهود في فلسطين غاية، ولا ترفع لهم راية. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على قول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شباب المسلمين، وأن تستر نساء المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا وإن كان من فضل وتوفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.